مرة الفتى حمودان وكرة لمغاوي. ركلة جزاء، ركلة جزاء ترجع على موعد مع التاريخ. كرة جول، أول أهداف هذه المرة. أسكت طارق السكتيوي وهز كل مدرجات اتحاد طنجة فرحا وإهلالا بهذا الهدف، فرحا ونشوة بهدف قد يكون أحلى أهداف اتحاد طنجة.
فرصة متاحة للهجوم لمصلحة المغرب الفاسد داخل منطقة الجزاء. جيزا جيزا جول الزراق، هادية التمريرة الذكية لجيجي. ركلة جزاء، القدم على القدم كانت واضحة من أسامة الغريب. نعم العرقلة واضحة، العرقلة واضحة على كوفي بوا. عرقلة داخل، هنسيف على جيجي جيزا 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 جيزا. جول جول، جيجي جيزا يعود بالمصاوين إلى الواجهة ويضع الملكة في فريت ويدفع باتحاد طنجة لمزيد من الجهد من أجل الظفر بورقة النهائية لها من مباراة مجنونة. الشوط الثاني في غاية الروعة، الشوط الثاني الأول بالنسبة لفريق طنجة.